يا صباح الورد والهنا، ازيكم؟ الصورة القمر اللي انا حطيتها النهارده دي صورة الأستاذة سميحة أيوب، وراها الأستاذ سعد قردش، وكمان جنبهم الأستاذ فاروق الدمرداش، ومين الرابع؟ تخيلوا، سارتر، الفيلسوف الفرنساوي اللي كل الدنيا لما بتحب تقول يا فلسفة بتتكلم عن ديكار وبتتكلم عن سارتر. سارتر شاف مسرحية هو مؤلفها الأستاذة سميحة كانت بتمثلها، سيدة المسرح العربي، من أكتر الأوصاف اللي لايقة على صاحبها، سيدة المسرح العربي الأستاذة سميحة أيوب، اللي الحقيقة لسه الزمن ما وفرليش الحظ إن أنا أقابلها، لكن بالتأكيد هيحصل إن شاء الله وقريب. بصوا بقى الأستاذة سميحة أيوب كتبت إيه في مذكراتها عن هذا اللقاء العبقري بسارتر. بصوا، كتبت: لم أكن أتصور أن مسرحية الذباب لجون بول سارتر التي أخرجها سعد أردش فطوع الحركة الكلاسيكية فيها إلى حركة مودرن عصرية مع الاحتفاظ بالشكل والإيهام الكلاسيكي، ستجعل رئيس تحرير الأوبزيرفير الفرنسية الذي هو الآن يشغل منصبا سياسيا كبيرا في فرنسا يطلب مقابلتي بعد العرض ليقول لي: لم أكن أتصور أن ذباب سارتر سوف تقدم بهذه العظمة بكل مفرداتها من إخراج وتمثيل وديكور وكورس. بعد 3 أيام من انتهاء عرض مسرحية الذباب لسارتر، كنت أمثل في مسرحية من تأليف الدكتور رشاد رشدي، عظيم تاني كمان من مصر، فإذا بالسيد كلود أستي رئيس تحرير الأوبزيرفي يصافحني ويقول لي في مسرح الأزبكية في الذباب: كنت أشاهد فنانة عملاقة لها حالات من الإبداع في كل ليلة، أما الليلة فقد شاهدت ديفيلي عرض أزياء. سافر كلود أستي، وذات يوم وأنا أتصفح جريدة الجمهورية إذا برسالة موجهة لي منه يقول فيها: أرجو إبلاغ الفنانة سميحة أيوب أنني عندما رجعت إلى فرنسا لم أجد سارتر في باريس، فهو في جولة في الاتحاد السوفيتي مع سيمون دو بوفوار، وأخبرته تليفونيا وقال ربما في مخططه أن يذهب إلى مصر، وفعلا جاء إلى مصر بدعوة من جريدة الأهرام، وكنت في ذلك الوقت أؤدي دورا في العمل الكبير الإنسان الطيب لبريخت، وكان قد مر على عملي في الذباب قرابة السنة والنصف، وإذا بالإدارة تخبرني أن سارتر سوف يحضر مسرحية الذباب وهي ترمز للاحتلال الألماني لفرنسا في الحرب العالمية، وكان لابد من عمل بروفات. وبعدين تفاصيل كتير أوي أوي أوي: ذهبت إلى المسرح لأقوم بتمثيل دوري في مسرحية الذباب، وبعد أن انتهى العرض إذا بسارتر وسيمون دو بوفوار يصعدان إلى المسرح، وسارتر يقبل يدي ويقول لي: أخيرا وجدت إلكترا في القاهرة. لو مش دي العظمة، لو مش دي مصر، لو مش دي كل حاجة حلوة احنا مميزين فيها، لو مش ده الجمال كله، يبقى ايه هو الجمال؟ تهيألي مش محتاجة اقول اكتر من كده. صباح الفل يا أستاذة سميحة، صباح النور والهنا على عيون كل العظماء اللي مشرفينا في كل حتة، الناس اللي اسامينا لما تتكتب على اساميهم يبقى يعني مفيش أحلى من كده. صباحكم ورد وهنا، بسطوا بنفسكم وفخروا. سلام.